انا كنت جيت كده امبارح وعملنا ماستر بيج، قلت له رايت كليك اد نيو ايتم، وضفت الماستر بيج بتاعتي وهبدا احدد شكلها هيبقى عامل ازاي. هي كده على الماستر بيج، ادي الماستر بيج بتاعتي. تعالوا ندريك برضو التيبل عشان بس ننظم الدنيا. زي ما كنت عامل برضو امبارح، هميرج شويه بس سيلز مع بعض عشان ده يبقى شكل الماستر بيج بتاعتي. خلاص انا كنت بعمل ايه، انا كنت بنفسي باجي هنا وايدت جوه مين، جوه الماستر بيج. يعني انا ما حبيت اعمل مثلا فوتر ولا اعمل مينيو ولا اعمل حاجه، كنت بعمل الكلام ده فين، جوه الماستر بيج. لا غالبا الدنيا ما بتبقاش كده، انت بتعمل بتحاول تفصل كل كومبوننت من دول. يعني انت مثلا عندك هيدر وعندك فوتر وعندك مينيو، فبتعمل ثلاثه كومبوننت منفصلين. خلاص تكتب الحاجات اللي في الهيدر او تحط اللوجو بتاعتك اللي في الهيدر، تحط الكلام بتاعك اللي في الفوتر وتكريت المينيو بتاعتك، كل دي تبقى اوبجكت منفصل. وبعد كده انت تعمل دراجنج بس لمين، للاوبجكت دي. خلاص بحيث ان اي حد عاوز يعدل فيها مش لازم اديله او يبقى معاه الماستر بيج كلها، هو كفايه عليه ان هو بس يدباج هو مين، جوه الكنترول ده. ازاي اعمل الكلام ده، باجي هنا على البروجكت بتاعي واقول له اد نيو ايتم، واضيف حاجه اسمها ايه، ويب يوزر كنترول. خلاص ويب يوزر كنترول، نسمي ده مثلا فوتر. هاجي بقى جوه الكنترول ده وابدا بيلد، انا عاوز اشوف شكل الكنترول بتاعي يبقى عامل ازاي. انا هعمل زي ما كنت عامل عليه امبارح بالظبط، ان انا برضو كنت بكتب كلمه ايه، ايه انا ليه بعمل يوزر كنترولز، عشان اخلي الماستر بيج الكومبوننتس بتاعت الماستر بيج منفصله عن بعضها. هضيف كده بس ليبل، اجيب البروبرتيز بتاعته. هكتب عليه كلمة فوتر، او هو المفروض ده الهيدر. امسك الديهاية وهعمل الاين للكلام بتاع سنتر، واغير كمان في الباك جراوند. خلاص ده كده بقى شكل الايه، ده شكل اليوزر كنترول بتاعك. ميزته كمان انت تقدر تدراجه، تعمله دراج ودروب في اي مكان، انت كده بقى عندك كومبوننت، الكومبوننت ده موجود. بس احنا عندنا نوعين من اليوزر كنترولز، في حاجه اسمها، يعني ده في الويب بس، في حاجه اسمها يوزر ديفاين او ويب يوزر كنترول، وفي حاجه اسمها ان انت تعمل يوزر كنترول منفصل لوحده. لما بتيجي تعمل ويب يوزر كنترول انت بتستخدم السيرفر كنترولز نفسها، يعني ممكن استخدم الليبلز والباتونز بتاعت السيرفر كنترول والكلام ده. انما انت بتعمل يوزر كنترول لوحده خالص، ده انت بتروح تكتب بقى زي ما يعني عاوز تكريت انت زي السيرفر كنترول، فبتروح تكتب كود ايه؟ HTML، وتبدا تعيد الفيتشرز بتاعتك انت. الفرق ما بين اليوزر كنترول العادي وما بين الويب يوزر كنترول. الويب يوزر كنترول ده انا بقدر ادراج عليه او كومبوننت بتاعته تبقى اي كومبوننت من الكومبوننتس بتاعتي الموجوده في التول بوكس ده. سواء كانت سيرفر كنترول او HTML. خلاص لو انت عاوز تعمل بقى يوزر كنترول بتاعك انت، يوزر كنترول مش موجود اساسا هنا، خلاص لا لازم اليوزر كنترول ده يبقى اتش تي ام ال. بروح اكتب كود اتش تي ام ال ان شاء الله في اخر يوم، هوريكم ازاي نعمل مثلا زي تكست بوكس كده ونغير الباك جراوند بتاعته والسايز ومش عارف ايه، وقت ما انا اعمل له دراج ودروب يبقى ده كومبوننت موجود عندي اقدر استخدمه. خلاص في فرق ما بين الويب يوزر كنترول وما بين ان انت بتكريت يوزر كنترول فروم سكراتش، انت اليوزر كنترول ده مش موجود عندك خالص، انا عاوز اكريت باتون او جريد كاستمايزد مثلا، عاوز اعمل الجريد كده فيها مثلا جدول الدوري العام ومين بيلعب مين والنقط بتاعتهم ومش عارف ايه، حاجه زي دي، دي حاجه مش موجوده هنا، انا ما اقدرش اعمل الكلام ده يعني بالداتابيز، الداتابيز هيبقى صعب عليا جدا، فبروح اكريت يوزر كنترول اسمه جدول الدوري العام. خلاص بقى كريت يوزر كنترول فروم سكراتش كده، وابدا ابيد الكومبوننتس بتاعته واحده واحده واعمل له دراج ودروب ويبقى الكومبوننت ده معاك بالكامل. خلاص الويب يوزر كنترول دي بتعمل ايه؟ لا دي بتستخدم اي كنترولز عندك وانت بس بتغير في الفيتشرز بتاعتك، بس بتستخدم اي كنترول مهما كان نوع الكنترول ده. اليوزر كنترول العادي انا ببنيه فروم سكراتش، بكتب كود اتش تي ام ال من الاول.
خلاص. يعني كل الويب سيرفر كنترولز دي، كل الويب سيرفر كنترولز هي عباره عن ايه؟ هي عباره عن يوزر كنترول معموله بال HTML ومغيرين في الفيتشرز بتاعتها بالظبط، وعاملين لها ايدنج في التو بوكس دي. خلاص. طيب انا كده عملت الكومبوننت بتاعي، هعمل بيلدينج واجي كده في الماستر بيج بتاعتي واعمل بس دراجنج لمين؟ للكنترول بتاعي. خلاص ده بقى كانه كده زي كنترول من الكنترولز اللي عندك، بتبدا تعمله دراجنج في اي بيج، مش لازم تبقى الماستر بيج، براحتك. انت بقى معاك كومبوننت عاوز اعدل فيه، بروح فين؟ باجي هنا في الويب يوزر كنترول ده، واروح جاي معدل في الكونتنت بتاعته. انا عاوز اغير الباك جراوند مثلا، او اغير في الالاينمنت، اخلي الالاينمنت مثلا ليفت راس، وارجع تاني ابيلد اليوزر كنترول بتاعي. ايه اليوزر كنترول لوحده اهو، والماستر بيج لوحده. انا باجي اليوزر كنترول بقعد اكستمايز فيه واعدل فيه زي ما انا عاوز، وفي الاخر اعمل له دراج ودروب على الماستر بيج بتاعي. خلاص. فالتعديل ده بيبقى فيه يعني، انت وانت واقف على الماستر بيج انت مش هتقدر تعدل في اليوزر كنترول ده، ده بقى كومبوننت عندك. خلاص مش هتقدر تعدل فيه. لا انت لو عاوز تغير فيه، عاوز تغير في الكلام ده في الباك جراوند، عاوز تغير في اي حاجه، تروح تغيرها فين؟ في اليوزر كنترول وتعمل بيلد بس. خلاص. التاثير بتاع التغييرات بتاعتك اللي حصلت في اليوزر كنترول هترفلكت على الماستر بيج. خلاص انت زي كوبي وبيست، انا بعملها دراج ودروب. يعني انا عاوز اخد الكنترول ده تحت كمان هنا اهو. خلاص هو بقى عامل زي الكنترول، زي عندك كنترول جاهز وانت بتعمله دراج ودروب براحتك. خلاص في مشكله في الكلام ده؟ طيب انا بقى نديت الكلام ده كله، نشتغل بقى على الحاجات بتاعت النهارده. احنا كنا قلنا ان احنا عندنا شويه ايه، عندنا تاب من التابس. خلاص احنا خلصنا يعني احنا شغالين على الستاندرز دي على طول، خلصنا الايه الفاليديشن والنافيجيشن. عندنا مين بقى كمان؟ اللوجن كنترولز. خلاص قلنا ان اللوجن كنترولز دي عباره عن ايه، دي كنترولز مايكروسوفت هي اللي عاملاها. خلاص وليها الداتابيس بتاعتها وليها كل حاجه. انت بس كل اللي تقدر تعمله ان انت تعمل ايه، تستخدم الكومبوننت بتاعتك وتقدر تغير شويه في الفيتشرز بتاعتك. خلاص انما اوريدي هو كده كده التيبلز بتاعته بالداتابيس اوريدي بتتكريت لوحدها. خلاص. طيب انا دلوقتي مثلا عاوز اعمل ايه، انا عاوز ابدا اد يوزر كنترول. لكن انت عشان تبدا تاد يوزر كنترول، تعالى نعمل كده دراج ودروب على الفورم بتاعتنا. خلاص ده اليوزر كنترول بتاعك وجاهز. خلاص. طيب هي فين بقى اليوزرز بتاعتي، وفين الداتابيز اللي انا شغال عليها، وفين القصه دي كلها؟ قال لك ان انت في طريقتين عشان تقدر تكونفيجر القصه دي. طبعا عشان اقدر اغير في اللوجن كنترول، انت عندك ايه حاجه اسمها كونفيرت تو تمبلت، فاقدر اغير فيه زي ما انا عاوز. انا مثلا مش عاوز الريمبر دي، عاوز اغير الايرور مسج اللي هتطلع لو مثلا اليوزر نيم او دخلت اليوزر نيم والباسورد بتوعي غلط. فانت تقدر تغير في مين؟ تغير بس في الكونتنت بتاعك خلاص، او في الشكل اللي انت عاوز يطلع بيه. ماشي. بس انا ما اقدرش اقعد مثلا لو انا عاوز ادخل يوزر نيم وباسورد وحاجه كمان، ساعتها انت هتضطر تعمل ايه؟ لا ده انا هروح بقى على الداتابيز وابقى عاوز اقعد كولوم جوه الداتابيز ياخد الفاليو الثالثه دي. خلاص لو انا عاوز اشتغل بس على الكستمايز ده، هشتغل زي ما هو كده. خلاص. بس انا عشان اقدر اشتغل على حاجه زي دي لازم اعمل ايه في الاول؟ في حاجه اسمها ايه؟ ان انا بعمل ادمنستريشن للويب سايت بتاعي. يعني ايه بعمل ادمنستريشن؟ ببدا اضيف اليوزرز بتاعتي. ببدا اضيف اليوزرز بتاعتي اللي هقدر لما اجي اعمل لوجن اقدر اشتغل عليه. خلاص. او ان انا اجي كده على الويب سايت من فوق، تعالوا نشيل بس اللوجن كنترول ده تاني. عندي حاجه اسمها ويب سايت، وانزل على حاجه اسمها اي سي بي دوت نت ايه كونفيجريشن. انا هبدا دلوقتي اعمل ايه؟ هبدا دلوقتي عاوز ابدا انسيرت يوزرز. خلاص بحيث ان اليوزرز دول هم دول اليوزرز اللي هيقدروا يعملوا لوجن. اعمل الكلام ده ازاي؟ اخش على الاي سي بي دوت نت كونفيجريشن دي، هيفتح لي حاجه زي ويب سايت كده. خلاص ادخل على التابه اللي اسمها سكيورتي، من هنا من التابه اللي اسمها سكيورتي دي، هي دي التابه اللي انت بتقدر من جواها تكريت الايه؟ اليوزرز بتاعتك. خلاص؟ بس قال لك عشان اقدر اكريت يوزرز لازم اكريت حاجه اسمها رول. حد فاكر ايه الفرق ما بين الرول والرول في السيكول سيرفر؟ الرول اللي هي بالاو والرول اللي هي باليو.
قلبي هيقع. ماشي. هو الرول زي ما هي بتقول كده، يعني هي الرول زي الجروبس كده، يعني ان انا كل واحد بقول مثلا في رول عندي اللي هو الداتابيز ادمنستريتور، عندي رول تانية اللي هو الداتابيز كرييتور، كل واحد منهم ليه بريفليج يقدر يعمل، ادمنستريتور يقدر يعمل كل حاجه، الداتابيز كرييتور ده يقدر يكاري الداتابيز وادمنستريت على الداتابيز دي. خلاص. فالرول ان انت بتجمع كده كل شويه يوزر تحطهم في ايه، في جروب. الرول بقى اللي هي باليو يعني احنا ليه الرول اللي هي كونسترين يا جماعه، ان انا بعمل شرط على الكولوم بتاعي وخلاص، مش محتاج ان انا كاري داتا تايب ولا اعمل اي حاجه. خلاص. الرول اللي هي باليو ده ان انا بعمل كونسترين على كولوم واحد او على داتا تايب ايا كان. خلاص. الرول دي زي الجروبس كده بتاعت الادمنستريتور. هحاول اعمل لكم امتحان بكره ولا حاجه عشان تذاكروا يعني. طيب يبقى انا الاول هبدا اعمل ايه، هكريت الرول دي، هبدا اكريت الايه الجروبس بتاعتي، فاقول له انيبل رولز. عملت انيبل للرولز بتاعتي وهبدا اكريت اول رول. خلاص. هكريت رول عندي مثلا اسمها ادمنستريتور ادمن. خلاص. هبدا اكريت رول عندي او اكريت جروب عندي اسمه ادمن، عشان اقدر بقى ما اكريت اليوزرز احط اليوزرز دول جوه مين، احط اليوزرز دول جوه الجروب ده. اد رول. خلاص. ضفيت لك اي رول، بقى عندك رول تقدر تمانج بقى وتغير في النيم بتاعها وتعمل لها ديليت براحتك. خلاص. باك. رجعت تاني فين؟ الكونفيجريشن بتاعتي. هبدا بقى. خلاص انا كده حددت الرول، انا عندي رول اسمها ادمن. خلاص. ايه اللي بيخليني اعمل شويه رولز؟ هو يعني المفروض ان احنا قلنا ان عندنا فايل اسمه ايه، الويب دوت كونفيج. فايل اللي اسمه ويب دوت كونفيج ده يعني انا لما كريت الرول دي، الرول دي راحت اتضافت في الويب دوت كونفيج. خلاص. بدا يكريت لك، يقول لك انت عندك رول اسمها ادمن، هبدا اكريت شويه يوزرز، هيبدا يحط اليوزرز دول فين. خلاص. برده هيجي يقول لك ان الويب دوت كونفيج ده في يوزر، طب انا عاوز ادي بيرميشن لكل يوزر مثلا، البيرميشنز دي هتبقى فين، الديناي والالاو والحاجات دي برده جوه مين، جوه الويب دوت كونفيج. خلاص. احنا هنتعلم، انا هوريكم ازاي ان شاء الله النهارده بنشتغل ادو، ازاي انا اقدر اخش جوه الويب دوت كونفيج ده واعدي فيه. خلاص. اقدر اكريت انا الحاجات دي بايدي. طيب انا هبدا دلوقتي بعد ما كريت الرول هبدا اعمل ايه، عاوز اكريت اليوزرز. نرجع بيك بس عشان تبقوا عارفين ادوس على ايه. ببدا سيلكت الاوثنتيكيشن تايب، انت هتكريت يوزرز، اليوزرز دول او الويب سايت بتاعك ده هيبقى لوكال ولا اليوزرز دول انت هتحط الويب سايت بتاعك على ايه، على الويب، وهيقدر اليوزرز دول ياكسسوا من اي مكان، فانت بتقدر تختار الاوثوريتي بتاعك. انا هخليها فروم انترنت، دي حاجه جلوبال خالص. دون. هيبدا يظهر لك لينكات كده، حاجه اسمها ايه، كرييت يوزر ومانج يوزرز. خلاص. زي ما انا جيت في الاول كده عملت انيبل للرول، وبعد كده دخلت عملت الرول هنا في الاول برضو في الاول، عشان تبدا تشوف اليوزرز لازم تسلكت الاوثنتيكيشن تايب بتاعك، انت هتشتغل على لوكال نتورك ولا هتشتغل على الانترنت. انا هبدا دلوقتي كريت اليوزرز بتوعي. طيب هضغط على كريت يوزر، هيبدا يظهر لي ليه، دخل بقى اليوزر نيم والباسورد بتاعك والميل، ليه بيدخل الميل، عشان لو في وقت من الاوقات انت نسيت الباسورد بتاعتك تقدر بقى تدخل الكويتشن ده وهو يبعت لك الايه، يبعت لك الباسورد بتاعتك على الميل. خلاص. تعالوا نعمل كده لوجن، زي لوجن كده زي بتاع بالظبط ياهو. هبدا ادخل يوزر مثلا، عندي يوزر اسمه احمد. الباسورد بتاعتك لازم تبقى كومبليكيتد وتبقى على الاقل 7 حروف. يعني ايه تبقى كومبليكيتد؟ يعني يبقى فيها ارقام وفيها حروف وفيها كمان سبيشال كاركترز. يعني لو جيت عملت الباسورد بتاعتي 1 2 3 4 مثلا وضغطت على هنا، طبعا ده عشان ريكوايرد. طيب تعالوا ندخل فيلدز كلها ونشوف ايه اللي هيحصل. هاجي ادخل الميل بتاعي، كويتشن بتاعك اللي انت عاوزه. طبعا دي عامله، هو عامل زي فاليديتورز بالظبط، زي بتاعت مين؟ زي بتاعت الاي سي بي دوت نت. الكويتشن بتاعي مثلا هو والباريو والمسافه 25. خلاص. تعالى نكريت اليوزر. بدا يطلع لك يقول لك ايه؟ انت الباسورد بتاعتك ما تنفعش تبقى كده، الباسورد بتاعتك لازم على الاقل تبقى كام؟ 7 حروف، ولازم كمان السبع حروف دول يبقوا ايه؟ مختلفين. يعني هدخل مثلا 1 و2 و3 و3 حروف، وهدخل مثلا سبيشال كاركتر، وهيجي برده التايب بتاعي وهدخل سبيشال كاركتر. خلاص كده انا مدخلهم 7 ومدخلهم ايه، كومبليكيتد، ارقام على حروف على سبيشال كاركترز. هنا من الجنب هنا بيقول لك بقى هبدا اعمل ايه، هو اليوزر ده يتحط تبع انه رول، اليوزر ده هيبقى تبع انه رول، عشان لما اجي ادي بيرميشن للرول او الجروب ده كل اليوزرز اللي جواه ياخدوه. خلاص. حد فاكر ايه الفرق ما بين ديناي وريفوك في السيكوال؟ حد بقى يقول لي الفرق.
انا مش داخل، انا مش جاي عشان اراجع كورس سيكول ده، انا بس بفتكر حاجات كده. العكس بقى، لو انا عامل ديناي على يوزر، لو انا عامل ديناي على يوزر واليوزر ده جوه جروب، والجروب ده بنحاول ان هو يعمل سيلكت، برضو اليوزر ده مش هيقدر يعمل سيلكت لان انت عملت له ديناي ريفوك. لا، الجروب بي اوفررايد الريفوك دي. خلاص انا حددت ادي اليوزر بتاعي، وهحدد هو تبع عنه رول، خلاص كريت اليوزر بتاعك. طبعا انت لو عاوز تكريت يوزرز ثاني، خلاص ايه اللي حصل بقى بعد ما انا عملت الكلام ده، بعد ما كريت الرول وكريت اليوزر ده؟ هقفل بقى الويب سايت بتاعي، تعالوا كده نقف على مين، على الابلكيشن بتاعنا بس، ونعمل ريفرش. شايفين الداتابيس دي ضاف لك في فولدر كده كان دايما بيبقى موجود في اي ويب سايت اسمه ابلكيشن اندرسكور داتا. خلاص ده فايل او فولدر انا بحط فيه جواه الايه، الكونكشن بتاع الداتابيس بتاعتي. طب هي الداتابيس بتاعتي دي اسايند على ايه دلوقتي او شغال على ايه؟ يعني الداتابيس دي راحت اتكريتد في السيكول سيرفر بتاعي دلوقتي. انا لما كريت اليوزرز وحددت الادمن بتاعي وحددت الرول وكل الكلام ده، كريت اللي هو داتابيس، هو خد الداتابيز دي يروح عمل لها اتاش على السيكول سيرفر بتاعه؟ لا، هو شغال على مين؟ هو راح كريت لك فعلا فايلز على الهارد ديسك اللي هو الام دي اف والال دي اف جوه الفولدر ده. يعني لو رحت مكان الابلكيشن، بس افتكر بس انا سايبه فين، سي خش جوه الابلكيشن داتا الاقي ايه؟ هو لوحده راح كريت لك الام دي اف والال دي اف. خلاص، بس احنا دلوقتي لما هنشتغل او هيدراج اليوزر كنترولز، الحاجات دي اتاشد عند مين؟ عند السيكول اكسبريس. يعني طول ما انتوا عارفين السيكول اكسبريس ده، ده فيرجن من الفيرجنز بتاعت السيكول سيرفر دي، بتنزل وانت بتسطب سي شارب او دوت نت نفسه. خلاص، بس دي يعني فيرجن الكونفيجريشن بتاعتها اقل شويه، يعني ما اقدرش اعمل عليها ادمنستريشن، اقدر بس اكريت تيبل، امانج تيبل، اعمل دايجرام، حاجات زي كده. خلاص، طيب الداتابيز اللي كريت دي بقى جواها ايه؟ لو فتحنا الداتابيز دي، هفتح بقى السيرفر اكسبلورر كده، ادي الداتابيز بتاعتي. كريتك هو جواها الايه؟ التيبلز، وعامل ريليشنز دي ما بين التيبلز وبعضها. هنلاقي في تيبل اسمه ايه؟ يوزرز. تعالوا نفتح التيبل ده كده. هلاقي جواه الايه؟ اليوزر بالداتا بتاعته اللي انت عملت لها كريشن. خلاص بقى كده هو اوريدي، بس انت دخلت كده في الويب سايت وعملت ادمنستريت وكريت الرول بتاعتك وكريت اليوزرز وحطيت اليوزر اللي تبع رول معينه، هو دخل في الداتابيز دي ورمى كل الكلام اللي انت عملته. خلاص ضاف كل الكلام ده جوه التيبلز بتاع الداتابيز. انا مش هيشغلني خالص قصه ان ايه؟ ان الداتابيز دي يعني شغالين عليها ازاي وان انا اخش ادمنستريت فيها، لا. هي الداتابيز دي انت لو محتاج ان انت تستخدم اللوجن كنترول هتستخدمها زي ما هي كده. طب هو دلوقتي يعني الحاجات دي كلها دلوقتي كريتت على الفايل او على الداتابيز دي، ينفع ان انا اغير اسم الداتابيز؟ ما ينفعش. انت ما ينفعش تغير اسم الداتابيز دي، هي الداتابيز دي هو بيكريتها ويشتغل عليها بنفس الاسم ده. طب انا لو عندي داتابيز، لو انا عندي داتابيز وعاوز اشتغل عليها هعمل ايه؟ لو انا عندي داتابيز وعاوز اضيف فيها شويه التيبلز دول هعمل الكلام ده ازاي؟ هل ينفع ولا ما ينفعش الاول؟ يعني انا لو عندي داتابيز ومكريتها زي الاكزامينشن سيستم اللي احنا عملناها دي، وعاوز اضيف فيها مين؟ الجزء بتاع اللوجن ده. ده ينفع ولا ما ينفعش اصلا؟ ينفع. خلاص؟ ينفع. ساعتها لازم تعمل ايه بقى؟ اوريكم بس بعد ما اخلص اللوجن كنترول كده، في ستيب لازم نعملها عشان يبدا يقاد التيبلز دي جوه مين؟ جوه الداتابيز اللي انت شغال عليه. خلاص؟ هو دلوقتي شغال على الام دي اف والال دي اف اللي هم متكريتين فين؟ في الابلكيشن بتاعك وشغال عليه. انت بتبقى شغال هنا او بتادمنستريت هنا، اقدر افتح التيبل وايديت في الداتا اللي جواه كل حاجه، بس الكلام ده شغال على مين؟ على السيكول اكسبريس. ده مش شغال على السيكول سيرفر نفسه، ولا الداتابيز دي اتاشد على السيكول سيرفر. بس الكلام ده مفهوم؟ ادي الداتا بتاعتنا اضافت. تعالوا بقى نبدا نعمل ايه؟ نضيف اللوجن كنترولز بتاعتنا ونبدا نشتغل عليها. خلاص، هاجي هنا دلوقتي اول حاجه اعملها هضيف اللوجن كنترول بتاعي. انا دلوقتي اليوزر نيم والباسورد انا هدخلهم، دول اليوزر نيم والباسورد انا هدخلهم. هيفاليديت عليهم ازاي؟ هو هياخد اليوزر نيم والباسورد اوريدي، اللوجن كنترول ده مربوط بمين؟ بالتيبل اللي اسمه يوزرز، وهيبدا يتشيك على الايه؟ على اليوزر نيم والباسورد كانوا فاليد ولا لا. خلاص، تعالوا كمان كده هضيف حاجه اسمها لوجن فيو. لوجن فيو دي زي
ليبل كده، الليبل ده بيتغير. يعني انت الليبل ده تحط عليه تكست معين، تكست دي بتتغير ليها شكل لو انت لوج اوت وليها شكل لو انت لوج. خلاص يعني انا هاجي مثلا انونيمس دي هكتب ان هو شايفين التمبلت دي في حاجه اسمها لوجن تمبلت وفي حاجه اسمها ايه انونيمس تمبلت. خلاص لوجن تمبلت دي ايه الكلمه اللي انت عاوزها تظهر وقت ما تبقى عامل لوجن. انونيمس دي لو لسه اليوزر هيبتدي يعمل لوجن ممكن ابقى ظاهر كلمه تانية، فهاجي اقول له مثلا في الانونيمس دي ان انت مثلا لوج اوت. ممكن براح شويه تاني. انا كل اللي عملته ايه من الاول خالص، انا كل اللي عملته ان انا ضفت مين، فتحت الويب سايت بتاعي. فتحت الويب سايت بتاعي منين عشان اقدر ادمنستريت واضيف الاي اس بي نت داتابيس دي. عملت فيو، عملت ويب سايت ودخلت على مين اي اس بي دوت نت كونفيجريشن، كريت الرولز، كريت اليوزرز بتوعي. ايه اللي حصل في الابلكيشن بتاعي وقت ما انا عملت الكلام ده؟ راح هو لوحده ضاف داتابيس بالتيبلز اللي جواها بالداتا كل حاجه. اللوجن كنترولز او الكنترولز الجاهزه اللي مايكروسوفت دي عاملاها دي اوريدي مربوطه بمين؟ بالداتابيز. يبقى انا دلوقتي محتاج ان انا ادمنستريت اي حاجه عليها، محتاج ان انا اقعد اربط بقى اللوجن ده بالداتابيز واحدد مين هم اليوزرز وكل القصه دي؟ لا، هو لوحده بيروح هو يتشيك ان كان اليوزر نيم والباسورد دول موجودين ولا لا، بس هو بيعمل الكلام ده لوحده. طيب يبقى انا دلوقتي عملت دراجنج لللوجن كنترول، حصل ايه؟ خلاص هو لوحده كده راح جاي رابط اللوجن كنترول ده بالداتابيز، عارف ان هو عنده لوجن اسمه احمد بالباسورد ده احنا مدخلينه. خلاص لا عادي عادي في اي وقت. انت ممكن اساسا بعد ما تسحبي اللوجن كنترول تضغطي على ادمنستريشن الويب سايت بتاعك وتخش على نفس الويب سايت. ما هي دي هتدخلك على فين؟ دي هتفتح لك الويب سايت تاني تبداي تدخلي يوزر ثاني. بس كده كده خلاص. طيب لو انا عاوز ينفع اعدل في اللوجن كنترول؟ اه ينفع، بس برضو ايه في حدود. يعني انا لو دخلت كده على اللوجن كنترول اقول له مثلا انا عاوز ايه ايديت اللوجن كنترول بتاعي، اقول له كونفيرت تو تمبلت وابدا اعمل ايه الباتون ده. مثلا عاوز اكبر السايز بتاعه شويه، عاوز اشيل الريمبر دي. عندي ايرور مسج المفروض هتطلع وقت ما اللوجن ده يدخل. طب الايرور مسج دي موجوده فين؟ تعالوا نعمل بروبرتيز كده للباتون ده، اقول له لوجن كنترول كله على بعضه. شايفين حاجه اسمها فيلير؟ ايه فيلير؟ تكست دي التكست اللي هتطلع وقت ما الايه وقت ما اليوزر نفسه يدخل ايه يوزر نيم وباسورد غلط. طبعا انت تقدر تيجي كده على على الفيلير مسج دي وتغير، اقول له مثلا انفاليد داتا. خلاص دي مشكله لغايه دلوقتي. في حاجه تانية انا عملت لها دراجنج اللي هو مين لوجن فيو. ايه لوجن فيو ده؟ ده عباره عن كنترول. خلاص كنترول عامل مثلا زي الليبل بالظبط، التكست اللي على الليبل ده بيتغير اكوردنج للحاله اللي اليوزر فيها. لو كان اليوزر ده لوجن تبدا تطلع مسج معين، لو اليوزر ده لسه مش اوثورايز ان هو يدخل فبيطلع لك ايه مسج ثاني. لو جيت وقفت كده على اللوجن فيو هلاقي في عندي تو تمبلت، حاجه اسمها انونيمس تمبلت وحاجه ثانيه اسمها ايه لوجن تمبلت. في الانونيمس ده وقت ما اليوزر لسه ما عملش لوجن، ايه الكلمه اللي انت عاوزها تظهر؟ هكتب كلمه لوج اوت. طب وقت ما اليوزر يعمل لوجن خلاص دي كلمه هتتغير اكوردنج لايه للحاله اللي انا واقف عليها. اعمل بقى ران كده للويب سايت بتاعي، ادي اللوجن كنترول بتاعك. خلاص ادي اللوجن كنترول بتاعك، هبدا ادخل ليه؟ شايفين طبعا كلمه لوجن دي ده ده ليبل لللوجن كنترول نفسه. كلمه لوجن دي ده ليبل لللوجن كنترول نفسه. تعالوا بقى ندخل اليوزر نيم والباسورد بتاعنا. ادي مثلا احمد وهدخل انا يوزر نيم غلط، هضغط على اللوجن بتاعي هيبدا يطلع لك ايه؟ طلع لك المسج اكوردنج للكستمايز مسج اللي انا اخترتها. خلاص ولسه ستيل اللي هو اللوجن فيو ده ايه؟ ده لوج اوت. تعالوا بقى ندخل اليوزر نيم والباسورد صح. خلاص الكلمه اللي تحت دي ايه اتغيرت وبقى ايه وبقى اليوزر كده لوج. طب انا اقدر اما اضغط على الباتون ده ان انا ريدايركت الصفحه بتاعتي لصفحه ثانيه؟ يعني خلاص هو المفروض ان هو عمل لوجن فانا المفروض اروح لصفحه ثانيه. اقدر برده اخش على مين؟ ارجع ثاني للوجن كنترول بتاعي وايدت في مين؟ في التمبلت بتاعته
هو كان اوريدي انا عاملها محولها لتمبلت، هضغط على البطن هنا وجوه البطن اعمل ايه؟ اكتب بقى السطر اللي ايه اللي يوديني صفحه ثانيه، اقول له مثلا ريسبونس دوت ريدايركت عارف ان هو موجوده ازاي. احنا عملنا ران مش هو ظهر لنا شايف اللوجن فيو ده اتغير ولا ما اتغيرش؟ اتغير، معنى كده ان هو في الحاله ان اليوزر ده ايه لوجن دلوقتي. لا ما هو الكود مش موجود يا جماعه، احنا قلنا ان ده لوجن كنترول جاهز انا ما بعملش فيه اي حاجه. يعني التشيكس دي، التشيكس دي مين اللي عاملها؟ مايكروسوفت. المسج اللي تطلع دي مين اللي عاملها؟ فايرنج لوحدها كده برضو. ده اللوجن كنترول او الكنترول ده جاهز فيه كل حاجه، انا اقدر بس اغير في الشكل بتاعه، غير كده ما اقدرش اعمل حاجه. الكود بتاعه مش موجود، الكود بتاعه مش موجود وما اقدرش اغير فيه. خلاص ده لوجن كنترول مربوط باسم الداتابيس دي، يبقى لازم اشتغل على الداتابيس دي بنفس الكونفيجريشن بتاعت اللوجن. انت عاوز تعمل لوجن كنترول بتاعك وتكتب انت الكود براحتك اكتب. ان شاء الله هناخد النهارده ادو، هيبقى حر، انت حر بقى، روح انت بنفسك واعمل اللوجن كنترول ده. ازاي اقدر لينك على الداتابيس وتشيك ان كان اليوزر نيم والباسورد دول موجودين، وان كان موجودين هعمل، كانوا موجودين هعمل ايه، وما كانوش موجودين هعمل ايه. خلاص ايوه ممكن اعملها في صفحه ثانيه. طب لوجن فيو دي بتبين بس الستاتس، هل فعلا في يوزر قدر يعمل لوجن ولا لا. خلاص هاجي دلوقتي انا هعمل ريسبونس دوت ريدايركت على ايه؟ على صفحه ثانيه. بعد ما اليوزر فعلا يعمل لوجن هعمل ريدايركت على صفحه ثانيه. فهاجي كده في الابلكيشن بتاعي وايد بيج كمان. طيب البيج دي انا هعمل فيها ايه؟ انا البيج دي عاوز اظهر فيها مثلا اسم اليوزر اللي عمل لوجن. خلاص البيج دي انا عاوز اظهر فيها اسم اليوزر اللي عمل لوجن، هو برده عامله لك ايه؟ عامل لك كنترول جاهز برده، مش محتاج ان انا حتى اعمل اي نوع من انواع الفاريبلز بتاعتنا اللي احنا استخدمناها. في حاجه اسمها لوجن نيم. خلاص؟ وفي حاجه كمان اسمها لوجن ستيتس، تعالوا يعني نشوف دي بتعمل ايه ودي بتعمل ايه. خلاص انا كده دخلت على الصفحه الثانيه، لو اليوزر ده فعلا فاليد انا دخلت جوه البطن وقلت له ريسبونس تروح على صفحه ثانيه. الصفحه الثانيه دي هيعمل فيها ايه؟ هينزل لك النيم بتاع الشخص اللي عمل لوجن، وهينزل لك كمان كلمه لوجن ستيتس دي اللي هو هيعمل لك زي لينك كده ان هو كلمه. احنا بنشوف في الويب سايت مثلا تخش على ياهو وتدخل يوزر نيم والباسورد يقول لك ان ايه؟ احمد مثلا عامل لوجن دلوقتي، تلاقي فيه لينك كده اللي هو لوج اوت، طب ما بضغط عليه بيعمل ايه؟ بيطلعك تاني ويرجعك تاني على اللوجن لو انت عاوز تلوجن بيوزر نيم وباسورد وكده. خلاص؟ هران البيج بتاعتي. طب تفتحوا الشيش ده؟ ما تاخدش. خلاص دخلت اللوجن كنترول، هبدا ادخل اليوزر نيم والباسورد بتوعي وشوف فعلا هيروح يعمل ريسبونس دايركت على الصفحه الثانيه وهيظهر لي الحاجات اللي انا عاوزها ولا لا. هاجي ادخل هنا برده اليوزر نيم بتوع اليوزر نيم والباسورد بتوعي صح احمد، وهبدا ادخل الايه القيم بتاعتي. وهعمل لوجن وما ظهرش اليوزر نيم. طيب تعالى نشوف ليه. هو المهم ان هو ظهر كلمه ايه بس؟ لوجن. طب تعالوا نشوف. هضغط على اللوجن بتاعي بروبرتيز. بصوا انتوا انا ما كتبت كود اللي هو ريسبونس دوت ريدايركت جوه البطن ده عمل ايه؟ راح عمل اجنورنج للاكشن بتاع مين اساسا؟ بتاع اللوجن باتون نفسه. خلاص انت هنا هتيجي في اللوجن كنترول نفسه وتحكم في الريدايركت دي عن طريق مين؟ يعني انا لو وقفت على اللوجن كده وجبت البروبرتيز بتاعته، بدل ما اكتب سطر الكود بتاعي ده جوه هلاقي في خاصيه هنا تساعدني ان انا اروح على طول على ايه؟ على الصفحه الثانيه دي. بس واقف على اللوجن كنترول ولا لا؟
شايفين في حاجه اسمها ايه؟ ديستنيشن بيج. انت عاوز بعد ما تعمل لوجن تروح على فين؟ خلاص انا لما دخلت دلوقتي وعملت لوجن هو عمل ايه؟ عمل اجنورنج للحاجات بتاعه اللوجن نفسها وراح جاي منفذ الكود اللي انت كاتبه بنفسه. خلاص فراح رايح عامل ريدايركت على مين؟ على صفحه ثانيه وعمل اليمينيشن لكل الفاليديشنز بتاعت مين؟ بتاعت الكنترول ده. خلاص ما راحش بقى عمل فاليديشن ان كان الكنترول ده اليوزر نيم والباسورد دول لوجن ولا مش لوجن. خلاص ما دخلت ودخلت جوه الباتون بتاعي وكتبت كود عمل هو ايه؟ ساب بقى الحاجات اللي مايكروسوفت عاملاها وراح جاي منفذ الكود بتاعك انت. عمل ريسبونس للدايركت وراح رايح للبيج الثانيه. ده عمل فاليديشن على اليوزر نيم والباسورد ولا عمل اي حاجه. خلاص في هنا خاصيه في اللوجن نفسه اسمها ديستنيشن بيج. دي جواها انا هختار هنا البيج اللي انا عاوز اروح لها على طول. وهرجع تاني جوه اللوجن كنترول ده وريموف مين؟ الريسبونس بتاعتي. اعمل ران. دخل اليوزر نيم والباسورد بتوعي. وهعمل لوجن راح جاي عامل ايه؟ خلاص؟ انت هنا فهمنا ايه اللي كان حاصل؟ اللي كان حاصل ان انت كتبت كود، الكود ده عمل ايه؟ عمل اوفررايدنج او اليمينيشن للكود بتاع اساسا الكنترول نفسه. فراح نفذ الكود بتاع الكود بتاعك انت كنت بتقول له ريسبونس ريدايركت على بيج 2 راح رايح عامل ريسبونس ريدايركت من غير ما يعمل تشيك خالص. خلاص؟ في واحد من الخصائص بتاعت اللوجن كنترول نفسه ان انت بتحدد الديستنيشن بيج اللي انت هتخش عليها بعد ما يبقى اللوجن بتاعك فاليد. يعني هو يروح الاول يعمل تشيك ويتاكد ان اليوزر نيم والباسورد دول فاليد ان هم يدخلوا على الويب سايت بتاعك، وبعد كده بيروح جاي راح منفذ مين؟ الديستنيشن بيج بتاعك. خلاص؟ الكنترول اللي كان اسمه يوزر نيم ظهر لك ايه؟ اسم اليوزر. طب اللي هو اللوجن ستيتس ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن لينك. انت دلوقتي لوجن، فهو عمل لك اللينك ده ايه؟ لوج اوت. اما اضغط عليه كده خليه لك ايه؟ لوجن وشال لك اليوزر نيم، ما بقاش في حد لوج. طب انا ممكن اما اضغط لوج اوت ده يوديني على فين؟ ممكن اقول له ما تضغط على لوج اوت ده، تعالوا كده نروح على البيج الثانيه على الكنترول ده واروح على البروبرتيز بتاعته. وهقول له ما تعملش ريفريش، يعني ما تنكش واقف على نفس البيج، لا يعمل ايه؟ اعمل ريدايركت. وهتروح على مين؟ البيج اللي هتروح عليها هي بيج 1. اعمل ران تاني. دخل اليوزر نيم والباسورد بتوعي. خلاص احمد ولوج اوت. هضغط على لوج اوت دي هيعمل ايه؟ هيرجعك تاني للوجن بتاعك. خلاص هي كلها حاجات كومبوننتس جاهزه، وانت بس كل اللي بتقدر تعمله ان انت تعمل ايه؟ ان انا اغير بس في الايه؟ في البروبرتيز بتاعتي. انا عاوز اما اعمل اما يدخل يوزر نيم وباسورد واليوزر نيم والباسورد دول يبقوا غلط، حكم في شكل الايرور مسج بتاعتي. خلاص عاوز اتحكم في شكل في حجم التكست وحجم البطن. عاوز اما اجي اضغط على البطن او اعمل لوجن اروح رايح للديستنيشن بيج. خلاص عاوز اما اجي اعمل لوج اوت اروح راجع تاني اللوجن بتاعي. فانت بتتحكم بس في مين؟ انا عمال اغير في البروبرتيز الجاهزه بس. خلاص ما بعملش اي حاجه بدالي. خلاص كده؟ تعالوا نكمل بقيه الكنترولز. حاضر. هو كل كنترول منهم ليه بروبرتيز خاصه بيه يعني. انا جيت على اللوجن نفسه قلت ان اللوجن واحد من خصائص اللوجن اللي انا غيرت فيها. انا جيت عملت ايه؟ قلت له الديستنيشن بيج بتاعك ايه وغيرت كمان في مين؟ في الفيريال مسج، شكل المسج نفسها اللي هتطلع لو كان اليوزر نيم والباسورد بتوعي غلط. جيت على الكنترول مثلا بتاع اللوجن ستيتس في البيج الثانيه. خلاص؟ وقلت له اما تضغط على لوج اوت اكشن اعمل ايه؟ ريدايركت. بس ايه؟ هو كان بيقول لك اعمل ريفريش، لا انا هنا ريدايركت وارجع تاني للبيج بتاعت مين؟ بتاعت اللوج. خلاص؟ نكمل؟ في مشكله في الكلام ده؟ طيب تعالوا نعمل بيج كمان، احنا عندنا كنترول جاهز كمان بيخلينا نعمل ايه؟ نعمل ريجستريشن. بيبين لنا نفس زي ما انا دخلت كده جوه الويب سايت وعملت ادمنستريشن الويب سايت، دخل اليوزر نيم والباسورد والكويتشن بتاعي وكل الداتا بتاعتي، هو برده عامل لك لوجن كنترول زيه بالظبط كده جاهز، او ريجستريشن كنترول يعني. اقدر بالريجستريشن كنترول ده ان انا اد يوزرز فرام تايم جوه الداتا بيس بتاعتي. اقدر ان انا اخلي اي يوزر يعمل ريجستريشن ويدخل الداتا بتاعته، وانا اخد الداتا بتاعته دي واحطها فين؟ في الداتا بيس اللي اسمها اي سي بي نت. هاجي كده اعمل بيج جديده.
هضيف المره دي مين؟ كرييت يوزر ويزرد. خلاص كده عمل ايه؟ ده ظهر لك نفس الايه؟ نفس الكنترول او نفس التكست بوكسز اللي كانت موجوده على الويب سايت وانت بتعمل ادمنستريشن. خلاص ايه هو كل الكلام اللي انا اجيبه ده موجود جوه لوجن، في حاجه اسمها كرييت يوزر ويزرد. خلاص احنا جربنا دلوقتي اللوجن وفهمنا يعني ايه لوجن فيو، ان انا ببقى عاوز اكتب تكست معين او اكتب داتا معينه في حاله اللوجن او في حاله اللوج اوت، وفي استخدمنا كمان اللوجن نيم ان هو بيظهر لي الايه اسم اليوزر اللي عامل لوجن، لوجن ستيتس ان هو يعمل لك لينك كده ان انا اقدر اعمل لوجن او اعمل لوج اوت فارجع تاني للبيج بتاعتي. ومين كمان؟ في حاجه اسمها كرييت يوزر ويزرد، ده بيحط لك بقى الويزرد كامل اللي انت تقدر بيه كاريت ايه اقدر بيها كاريت يوزر فرونت تايم واضيف اليوزر ده جوه مين؟ جوه التيبل بتاعي. تعالوا نعمل ران كده، هبدا ادخل الداتا بتاعتي، هعمل يوزر جديد. برضه نفس السبيسيفيكيشن، لازم الباسورد بتاعتك تبقى كومبليكيتد فيها كل انواع الكاركترز. هدخل الميل بتاعي، طبعا لازم الميل اللي تدخله هنا لازم الميل ده يبقى فاليد. ليه؟ لان انت هنجرب دلوقتي كنترول، الكنترول ده بيعمل ايه؟ ده بيعمل ريكفر الباسورد بتاعتك، يعني بقدر ادخل اليوزر نيم بتاعي وبعد كده ادخل الكويتشن اللي انا كاتبه، لو دخلت الانسرز بتاعه صح المفروض ان هو يعمل ايه؟ المفروض ان السايت نفسه يبعت لك مسج على الميل بتاعك فيها الايه؟ فيها الباسورد بتاعك. عاوز تتاكدي ان الميل ده موجود قبل كده؟ لا انت لازم تعملي تشيك ده بنفسك. ده لازم تعمليه واحد، ده في هو في كودنج اساسا هو اللي بيعمل ان كان ده فاليد. اصل فاليد ميل ده انت لازم تعملي ايه؟ لازم اعمل ستور دايا موجوده في الداتابيز واروح اتشيك هو الميل ده او يعني دي الميلز، عشان انت هتعملي على الميلز بتاعتك تعملي ويب سايت وانت اللي عارفه الميلز، عشان اروح اتشيك على بتاعتي ايه ولا هوت ميل. خلاص ده انا عامل ويب سايت، ويب سايت وانا عارف الميلز بتاعتي، فاضطر اعمل ايه؟ اعمل ستور. لا ده انت لازم تروحي لياهو وتطلبي منهم يدوك الكود تحطيه في الويب سايت بتاعك عشان يعمل الكلام ده، دي انت هتاكسسي الداتا بيس بتاعتهم، فهم لازم ممكن هو الويب سيرفيس او الحاجات الويب سيرفيس اتخلق عشان الكلام ده، ان انا اقدر وانا في الابلكيشن بتاعي اطلب سيرفيس من حد تاني خالص، اروح اكونكت على كلاس مش بتاعي مش انا اللي عامله ومش موجود حتى على الويب سايت بتاعي، تقدر تروح تكونكت هناك، هم كاتبين كود ومخليك انت كيوزر تاكسسي بس فانكشن معينه في الكود، يعني مثلا اسمها تشيك ميل، هو بقى كاتب الكود جوه وانت ما بتشوفيش الكلاس ده ولا بتاخديه خالص، هو بيروح ينفذ الكود وياخد الميل بتاعك وتشيك عليه ان كان هو فعلا فاليد ميل ولا لا، بعد كده يرجع لك مسج في الاخر. خلاص انما انا لو عاوز اتشيك انا اللي عامل لوجن او عامل الميل سيرفر بتاعي، فانا ممكن اعمل ستور دايا جوه الداتا بيس واشوف هو الميل ده واحد من الميلز اللي عندي ولا لا. خلاص دي حاجه ودي حاجه ثانيه. دخلت الميل بتاعي وهدخل برده كويتشن عشان ما انساش بس السؤال ده، عشان وقت ما نيجي ايه نكفر الباسورد بتاعك. كرييت باسورد هو قال لك ايه؟ لو انت دخلت كل الداتا بتاعتك سكسسفول خلاص بيعمل ايه؟ يطلع لك بس دي بيج هو وكانت البيج دي لوحدها ومكتوب فيها المسج دي ومحطوط فيها كونتينيو كنترول. طبعا اقدر اغير برده شكل المسج او شكل الحاجه اللي تطلع دي، او اقدر وقت ما اعمل لوجن اريدايركت على صفحه ثانيه خالص. خلاص هو دخل مثلا الريجستريشن بتاعته وانا عاوز وقت ما اضغط على البطن بتاعي يوديني صفحه. عاوز اما اضغط دلوقتي على كونتينيو، شايفين لما هضغط على كونتينيو هيعمل ايه؟ هو تاني واقف في نفس الصفحه. لا انا خلاص هو فعلا دخل الداتا بتاعته سليمه وقال له خلاص ده سكسسفول، انا عاوز بقى ما اضغط على كنترول او الكونتينيو دي واديني البيج ثانيه. اعمل ايه؟ اروح برده على الكنترول بتاعي ده بروبرتيز بتاعته، في واحد اسمه كونتينيو يو ار ال، شايفين كونتينيو ديستنيشن يو ار ال ده. خلاص ده هيعمل ايه؟ انا هعمل مثلا بيج واقول له ريدايركت البيج دي، تعالوا نروح مثلا لبيج 2. خلاص يبقى انا وقت ما هيضغط على كونتينيو هيبدا يريدايركت الداتا بتاعتي ويروح لايه؟ لبيج 2. تعالوا نعمل ران تاني اهي الداتا بيز بتاعتي اهي. ايوه ما هو ماشي، وانت عاوز تشوف يعني الداتا كريدت يعني ولا لا؟ عاوز تشوفي تمام ماشي، ما هي الداتا بيس افتحي سيرفر اكسبلورر هتشوفيه.
داتابيز اتاش ده ايه وادي التيبلز بتاعتي. انا دلوقتي اقدر اعمل ريفرش وادخل كده على تيبل يوزرز. هلاقي مين؟ طبعا انت عامله ريجستريشن كنترول، يعني لو اليوزر دخل الداتا بتاعته والداتا بتاعته دي كانت فاليد خلاص هتدخل الداتا بتاعته جوه الداتا بيس بتاعته، يقدر علي ده ان هو يقدر يعمل لوجن في اي وقت. في مشكله لغايه دلوقتي يا جماعه، احنا الدنيا كل حاجات جاهزه، بس هو كل المطلوب مننا احنا نعمل ايه؟ هو يعني اللوجن كنترول او الكنترول الجاهز ده كله ده، بس كل المهم فيه ان انت تعمل ايه؟ تجربه بايديك. يعني انا ادراج وادروب الكنترول وابدا اقول والله لا انا عاوز اعمل لوجن اروح لانه بيج، عاوز اما اجي اعمل مثلا كونتينيو هروح لانه بيج، عاوز اغير في شكل التكست اللي طالع، عاوز اغير في حجم الباتون، عاوز اغير في حجم التكست بوكس، لازم تعمل الكلام ده بايديك. خلاص دي لان كل الكلام ده ليه كود بيهايند، انا مش شايف كود بيهايند ده ولا اقدر اعدل فيه. خلاص بس انت تبقى عارف وفي اعتقادك كده ان اللوجن كنترول ده مربوط على طول بالداتابيس، اللوجن ستيتس ده مربوط بالداتابيس، كل الحاجات دي بتسيف عندك انت كل الداتا بتاعت اليوزر. وهنا بس ظاهر لك ايه؟ اسم اليوزر بس، يعني في فين الكويتش انا دخلته بالباسورد بالكلام ده. هنلاقي في كويتش تاني اسمه ايه؟ ايه تيبل تاني اسمه اس بي نت اندرسكور ممبرشيب. نفتح التيبل ده هتلاقي ان هو ربطه بقى بايه؟ بكل يوزر ومدخل بقيه الداتا بتاعته هنا. هنلاقي الميل بتاعه والكويتشن بالانسر. هو موزع الداتا وعامل دايجرام خلاص، اوبتمايز دايجرام موزع الداتا بتاعته بالشكل، وعامل برده الرولز ورابط الرولز دي بكل يوزر وهكذا. خلاص؟ علي ده ايه؟ ماشي، ما هو علي ده مالوش رول، هتبداي تعملي ايه؟ خلاص هو اليوزر بتاعك ده بدا يدخل الايه؟ بدا يدخل الداتا. انا كويب سايت ادمنستريتور ممكن اعمل ايه؟ خلاص ممكن ابقى عامل ديفولت رول مثلا، الديفولت رول دي اي حد بيخش عليها بضيفها. خلاص لما ضفت علي ده ما تحطش فيه؟ ايوه ما تحطش في الرول اللي انا مكانيتها. خلاص بس على الاقل بقى يوزر موجود عندي. خلاص اقدر انا ماشي الكلام ده من جوه الداتا بيز. خلاص طيب تعالوا دلوقتي نشوف. انا خلاص عملت ادي اللوجن الريجستريشن فورم بتاعتي تاني وهعمل ران. تعالوا ندخل يوزر جديد كمان. كريت اليوزر بتاعي، وقت ما اضغط كونتينيو هيروح رايح على مين؟ شايف هو لوحده عمل ايه؟ يعني انت مجرد بس انت عملت ريجستريشن بقيت انت اللوجن. لو انت عاوز تطلع بره اعمل لوج اوت وابدا اروح فين؟ كانك عامل سايت وعملت نافيجيت فيه، هدخل اي واحد تاني، هرجع مثلا لاحمد باسورد بتاعته. خلاص براحتك بقى انت نافيجيت ما بين البيجز وبعدها. انت كل القصه ان انت بتعمل ايه؟ انا بس بظبط الكونفيجريشن بتاعت كل كنترول عشان اقدر ابقى عارف بس ايه البيج اللي هو هيروح عليه. ينفع ايه؟ لا يعني هو ايه اللي يقرا من كوكي؟ ايه اللي يعني ايه اللي هتعمليه يقرا من كوكي؟ الحاجات دي كلها متخزنه في الداتابيز. انا هنا مفيش كوكيز ولا اي حاجه، انا عامل داتابيز. انا ليه كنت بعمل موضوع ان انا يبقى عندي فاريبل وازاي انقل الفاريبل ده من بيج لبيج؟ لان انا مش مستخدم اي داتابيز خالص. خلاص؟ مش معقوله برضو انت لو عايزه تنقلي فاريبل مثلا اي دي ولا حاجه ولا ايدج ما بين بيج وبيج هتروح تخزني الايدج تروح تعملها داتا بيز وتخزني الايدج دي جوه الداتا بيز. لا انا لو عندي داتا بيز هو بشتغل عليه، انا الداتا كلها بتبقى في الداتا بيز، فانا مش محتاج بقى ساعتها اعمل ايه؟ لا سيشن بقى ولا كوكيز ولا كلام من ده. خلاص؟ الا اذا احتجتي، لو جبتي مثلا انت فاليو من الداتا بيز وغيرتي فيها وعاوزه تبينيها في نفس الفورم هتضطري تعملي ايه؟ فيو ستيت واحط فيها الفاليو اللي اتغيرت دي عشان اقدر اكمل عليها. خلاص؟ ما دي حاجه مش احنا قلنا البراوزر في نوعين من الكاشنج، في كاشنج عند الكلاينت وكاشنج عند مين؟ عند السيرفر. مين اللي بيعمل الكاشنج بتاع الكلاينت ده؟ الانترنت اكسبلورر نفسه. روح يفضي الكاشنج هتلاقي كل حاجه اتمسحت. ده الانترنت اكسبلورر البراوزر اللي انت شغال عليه هو اللي بيعمل الكلام ده. خلاص زي ما انا كنت شغال في الاي اي اس كده، كنت كل شويه عمال اعمل ايه؟ اي حاجه اي كونفيجريشن بعملها في الاي اي اس بروح اعمل ايه؟ كل ما افتح البراوزر اروح جاي مفضي البراوزر عشان كل الداتا اللي كانت فيه تروح وابدا ادخل الداتا من اول وجديد. طيب تعالوا كمان نجرب بقيه الكنترولز الموجوده. عاوز اعمل
في عندنا باسورد ريكفري وعندنا ايه تشينج باسورد. عندنا باسورد ريكفري وعندنا ايه تشينج باسورد. تعالوا ندخل كده الباسورد ريكفري دي. هيبدا في الباسورد ريكفري دي يقول لك ايه، دخل اليوزر نيم بتاعك خلاص، دخل اليوزر نيم بتاعك، وبعد كده يبدا يسالك على الايه على الكوتشن. هعمل ران اقول له مثلا اليوزر نيم بتاعي احمد، انا اتصميت. بدا يعمل ايه؟ يقول لك بقى طب الاول دخل لي ليه ادي الكوتشن بتاعك، دخل لي الانسر بقى بتاعته خلاص. الانسر بتاعتي كانت كام؟ 25. المفروض اما اعمل سميت دلوقتي يحصل ايه؟ يطلع ايرور على طول. ليه؟ انا لا كونكتد على النت ولا عارف اساسا الميل ده كان هو صح ولا مش صح. خلاص ماشي، لازم تبقى انت كونكتد وعارف ان الميل ده ميل ان هو فالد، يعني ينفع ان الابلكيشن نفسه او اللوجن ده ان هو يبعت لك المسج بتاعته عليه. خلاص في مشكله في الكلام ده؟ برضه تقدر تقلب في البروبرتيز بتاعته زي ما انت عاوز. عاوز تغير شكل التكست اللي طالع ده تغيره زي ما انت عاوز. اي سؤال؟ انت لو كنت كونكتد على النت هخش كده في البروبرتيز واقف على البوتون اللي هو سبميت ده واقول له ريدايركت على بيج معين. خلاص اخش جوه البروبرتيز بتاعت بتاعت الكنترول ده واروح على اليو ار ال بتاع سبميت واقول له ايه، هو المفروض ان هو يعني اكيد مكاريت لنا بعد ما هضغط سبميت دي هيقول لي مثلا مكاريت هو حاجه خلاص، تقول لك روح على الميل بتاعك خلاص انا بعت الباسورد. اكيد هو مكاريت حاجه زي بتاعت كونتينيو دي، لو كنت بعمل ريجستريشن كان بيقول لي سكسسفول ريجستريشن وبعد كده اعمل كونتينيو، هو اكيد مكاريت بيج زي دي خلاص. بس انا ما قدرتش اخش عليها ليه؟ عشان السبميت بتاعي اصلا ما نجحش. لو كان السبميت بتاعي نجح كنت قدرت اعمل ايه؟ قدرت ان انا اشوف البيج دي واغير مثلا في الباتون بتاع اللي هو كونتينيو وريدايركت على حاجه ثانيه. خلاص يا جماعه الناس فاهمه دي؟ انا طلع لي الايرور ده ومش عارف اكمل، انا لا كونكتد دلوقتي ولا اصلا الميل اللي انا دخلته ده صح. خلاص اقدر لو الداتا بتاعتي اقدر اتحكم في البروبرتيز واليو ار ال بتاعي وريدايركت على صفحه ثانيه زي ما انا عاوز. خلاص زي ما عملنا في كونتينيو وعملنا في اللوجن والكلام ده. ها قول قول لو دخلنا ايه؟ انا مش كونكت على النت يعني. لو دخلت لو دخلت الميل بتاعك يعني دخلت ميل صح ودخلت داتا سليمه وانت كونكتد هيطلع لك بيج يقول لي خلاص روح على الميل بتاعك شوفي الباسورد. روح تفتح الميل بتاعك هتلاقي السايت نفسه ده بتاعنا بعت لك مسج على الميل فيها الباسورد بتاعنا. زي يا جماعه زي انا بعمل الكلام ده، مش الكلام ده عمركم ما جربتوه على ياهو؟ عمركم ما نسيتوا الباسورد بتاعكم ودخلتوا لعبتوا الكويتشن ورجعت لهم؟ مش فاكرين. ايه؟ هو لو انت دخلت الباسورد صح بيوديك لصفحه، ولو دخلت الباسورد غلط بيوديك لصفحه ثانيه. ايه اللي حصل؟ انت بتتكلم على الباسورد او اليوزر نيم ده؟ لا اللوجن الاساسي، لو انا دخلت الباسورد غلط بيطلع لك انفاليد داتا اللي احنا طلعناها دي المسج. انا عايز ابين ان انا صفحه ماشي، هتروح على اللوجن وتقول له الديستنيشن بيج بتاعتك هي دي، او تخش جوه ريسبونس دوت دايركت هيوديك اوريدي لدي. يبقى انت عملت اجنورنج للبيج للداتا بتاعتك ودخلت اوريدي على البيج دي على طول. خلاص الهمس كفايه كده خلاص. طيب نستنى مين كمان؟ تشينج باسورد. طبعا تشينج الباسورد دي لازم انت اوريدي تبقى عامل ايه؟ لازم الاول ابقى عامل لوجن الاول، لازم انا كيوزر ابقى عامل لوجن الاول عشان اقدر اغير الباسورد بتاعتي. خلاص يبقى انا هاجي الاول كده رن البيج، اقف على البيج اللي انا بعمل فيها لوجن واعمل رن، هبدا ادخل يوزر نيم اللي هو احمد الباسورد بتاعته، واعمل لوجن ده. طيب ادخل الباسورد التاني ولا مش رابطه؟ هو يمكن احمد ده بس هو عمل اما عمل فيلير ضرب فيه. تعالوا لوجن بواحد تاني، ادخل علي خلاص دخل لك ايه عن اللوجن بتاعك، وادي ريكفر باسورد موجود اهي. خلاص هيقول لك دخل الباسورد بتاعتك القديمه، ادي الباسورد القديمه بتاعتي، دخل انا باسورد جديده خالص
كونفيرم الباسورد الجديده دي. خلاص طلع لك برضو ليه ان خلاص كونتينيو تمام والدنيا سليمه. تعالوا بقى نعمل لوجن تاني ونشوف هل فعلا الباسورد الجديده دي اتحققت ولا لا. هران الويب سايت بتاعي تاني وابدا ادخل اللوجن بالباسورد الجديده. خلاص ماشي يا جماعه كده جربنا كل الكنترولز وعرفنا كل واحد منهم بيعمل ايه. هو اوتوماتيك بقى بياخد الداتا دي وهو لوحده يروح يعمل تشينج الباسورد, هو لوحده يروح يكاريت اليوزرز, هو لوحده يعمل الريليشن شيب ما بين التيبلز وبعضها. انا ما بتدخلش في الموضوع ده خلاص. طب ازاي بقى يبقى عندي داتابيز واقدر اخد بقى الممبر شيب دي واحطها عندي في الداتابيز دي؟ خلاص انا كريت الداتابيز بالتيبلز بتاعتي بالريليشنز بكل حاجه, فعاوز بقى استخدم جوه الويب سايت بتاعي الممبر شيب كنترولز دي. ازاي اقدر استخدمها؟ هيك لازم تروح بقى على مين؟ بعد البريك ده انا هكتب سطر يعني سطرين كود مش كود يعني ده ويزر نكست نكست وخلاص. اخش على سيكو على فيجوال ستوديو. خلاص الناس معايا بقى يا جماعه. عاوز اعمل ايه؟ انا دلوقتي الممبر شيب او الداتا بيز اللي كريتت دي كريتت جوه داتا بيز اسمها ايه؟ اي اس بي نت. والكريتت على مين؟ كريتت تو فايلز احطهم لك في الابلكيشن بتاعك. هل الفايلز دي اتشد على الداتا بيز بتاع اتشد على السيكول سيرفر؟ لا. هل الداتا بيز دي ليها علاقه بالداتا بيز اللي انت شغال عليها على الويب سايت بتاعك استنى؟ برضه لا. دي داتا بيز منفصله خالص. خلاص؟ انا عاوز اخد التيبلز دي بكل حاجه احطها جوه الداتا بيز بتاعتي انا اللي شغال عليها. خلاص؟ اخش على فيجوال ستوديو على تولز وافتح الكوماند برومبت بتاع مين؟ بتاع فيجوال ستوديو. عندنا كوماند اسمه اي اس بي اس بي نت اندرسكور ريجستر سيكول. اي اس بي نت اندرسكور ريج سيكول. اضغط انتر طلع لك ويزرد كده. خلاص طلع لي ويزر. ايه الويزر ده؟ الويزر ده هيبدا يعمل ايه؟ يربط الممبر شيب تيبلز بداتا بيز عندك في الايه؟ في السيكول سيرفر. هيربط الممبر شيب تيبلز بداتا بيز موجوده عندك فين؟ جوه السيكول سيرفر بتاعي. هعمل نكست. نكست بدا يحدد إيه اسم السيرفر بتاعك وادي كل الداتا بيز اللي عليه. خلاص هيجي على داتا بيز اسمها مثلا تيست. خليها تيست تي بي دي. خلاص دي داتا بيز انا كريتها عندي على السيكول سيرفر. خلاص ما فيهاش التيبلز خالص بتاعت الممبر شيب دي. نيكست هيبدا بقى ينقل التيبلز بتاعت الممبر شيب دي يحطها لك جوه فين؟ جوه الداتا بيز بتاعتك. تعالوا كده نروح على السيكول سيرفر. اروح على الداتا بيز بتاعتي هلاقي كل التيبلز بتاعت الايه؟ بتاعت الممبر شيب موجوده اهي. اقدر بقى عادي اكنها جزء من التيبلز بتاعتي واقدر بقى ايه؟ اكون يعني اكونكت ما بين الداتا بيز بتاعتي وما بين التيبلز دي. خلاص اعمل دايجرام جديد وابدا اكونكت ما بينهم وما بين الاثنين. عاوز افصل وتبقى اليوزر دي لوحدها والداتا بيز بتاعتك عادي. ممكن يبقى عندنا كل شويه مجموعه تيبلز كده ريليتد ببعض وفي مجموعه تيبلز ريليتد ببعض برده ودول ما لهمش دعوه. ينفع يبقى عندي تيبل في الداتا بيز زي ما كنت بقول لكم ما فيهوش اي ريليشن؟ اه ينفع. خلاص مش لازم الدايجرام بتاعك يبقى كله كونكتد. ممكن يبقى عندي شويه تيبلز كونكتد مع بعض وشويه تيبلز تاني. خلاص لا هو دلوقتي هو الممبر شيب بقت فين؟ الممبر شيب بقت فين؟ بقت في الداتا بيز دي. خلاص هتروح انت تاني تعمل ايه؟ تكريت يوزر ومش عارف ايه وكده. خلاص هو هيحط اليوزر دي فين؟ فين؟ خلاص بس لازم اكتب كوماند انا جوه الويب دوت كونفيج. بس لسه هدي لكم يعني ان شاء الله احنا بناخد سكه في حاجه كده لازم تتكتب جوه الويب دوت كونفيج عشان ما يشتغل على التيبلز دي ما يشتغلش على مين؟ على اللي عنده. بس انا بس حته صغيره كده هنكتبها جوه الويب دوت كونفيج. الداتا بيز لا لغايه كده كده برضه هيشتغل على اللي عنده ما عملش اي حاجه لغايه كده كده برضه هيشتغل على اللي عنده. في حاجه بتتكتب جوه الويب دوت كونفيج. خلاص
يعني هي بسيطه مش صعبه قوي. تعالوا نروح كده. ادي الويب دوت كونفيج بتاعي. احنا كنا قلنا فايده من فوائد الويب دوت كونفيج ان انت لو عندك كونكشن سترينج مش محتاج ان انا كل شويه اعمل ايه، مش محتاج ان انا كل بيج بقى اكتب الكونكشن بتاعي، لا انا هكتب الكونكشن ده مره واحده وابقى شاور عليه بس خلاص. هيجي هنا واحد من الحاجات ده الويب دوت كونفيج ده عامل زي السايت ميب برضو ملف كده ايه كله اكس ام ال، واحد من التاجز بتاعته اسمها ايه كونكشن سترينج. ادي كده الكونكشن سترينج بتاعتي جوه. هنا هتعمل ايه؟ المفروض ان انا بقاد باجي اد كونكشن سترينج بقول له اد اد وهبدا اقول له النيم بتاع الكونكشن سترينج بتاعتي مثلا اسمه النيم بتاع الكونكشن اسمه اي تي اي خلاص. وبعد كده هبدا اعمل ايه؟ اقول له كونكشن سترينج وابدا اكتب الكونتنت بتاعت الكونكشن سترينج بتاعتنا زي ما كنا بنكتبها في السي شارب بالظبط. بكتب مثلا الداتا بيز بتاعتي داتا سورس ايكوال واقول له دي موجوده على الايه؟ على اللوكال سيرفر دوت كده انا بقول له دي موجوده على اللوكال سيرفر سيمي كولون. وبعمل ايه؟ عشان اشاور على داتا بيز معينه بكتب ايه؟ انيشال كاتالوج انيشال كاتالوج اقول له ايكوال وادي له اسم الداتابيز بتاعتي. اسم الداتابيز بتاعتي اسمها ايه اللي احنا حطيناها هناك؟ هي تيست اندرسكور دي بي. وفي ايه كمان؟ انتجريتد سكيورتي. انت هتخش ويندوز اوثنتيكيشن ولا تخش سيكول اوثنتيكيشن؟ ان شاء الله بعد البريك هنشتغل ادوار يعني هنكتب الكلام ده كتير. ايكوال ترو ده ترو ده كده معناه ايه؟ خلاص ده معناه ويندوز. كتبت فولس يبقى لازم تعمل كمان ايه؟ يوزر اي دي وايه كمان؟ وباسورد. ده كونكشن سترنج عاديه زي اللي كنت بتكتبوها في السي شارب. قال لك بقى طب ايه اللي هيخليه لغايه دلوقتي دي كونكشن سترنج عاديه؟ فين برضو الحته اللي انا قلت له فيها روح واكتب الحاجات او اربط الداتا بيز بتاعتك باللوجن كنترولز دي. قال لك ان هو باي ديفولت انت ما بتعمل الاي سي بي نت داتا بيز دي هو بيكاري كونكشن سترنج اسم كونكشن سترنج دي لوكال سيكول سيرفر. انا لما بكاري الاي سي بي نت ده وينزل عندي خلاص هو بيكاري لوحده كده كونكشن سترينج اسمها لوكال سيكول سيرفر ويبدا يكونكت على مين؟ على سيكول اكسبريس. خلاص تاني انا لما بضيف الاي سي بي نت ده او اقول له ان انا عاوز استخدم اللوجن كنترولز يبدا يكاري ام دي اف وال دي اف واحطهم لك في الابلكيشن بتاعك جوه الايه؟ على الهارد ديسك كده تمام؟ تمام. دول اتاشد بالسيكول سيرفر؟ لا مش اتاشد بس انا بقدر اشتغل عليهم. طب انا بشتغل عليهم ازاي وهم مش اتاشد؟ عشان هو اوريدي بيشتغل على السيكول اكسبريس. معنى كده ان هو اكيد عامل كونكشن سترينج ما بين السيكول اكسبريس وما بين مين؟ الابلكيشن بتاعي. ما بين السيكول اكسبريس وما بين الابلكيشن بتاعي. اسم الكونكشن سترينج دي لوكال سيكول سيرفر. خلاص؟ يعني لو انت عاوز تشتغل على الممبر شيب دي وما عندكش سيكول اكسبريس اكيد كده بالشكل ده هيطلع لك ايرور. لو انا شغال على اللوكال يعني كل اللي انا عملته في الاول ده ما عنديش سيكول اكسبريس وان شاء الله اعمل اي حاجه من اللي انا عملته قبل كده. خلاص؟ ماشي؟ ليه؟ لان احنا قلنا ان هو باي ديفولت بيشتغل على مين؟ على السيكول. انت ما عندكش سيكول اكسبريس يبقى خلاص كل الدنيا هتضرب عندك. طيب انا خلاص رحت دلوقتي ايا كان بقى عندي سيكول لو ما كانش عندي سيكول اكسبريس كان لازم الاول اعمل ريموف للنيم اللي اسمه مين؟ لوكال اس كيو ال سيرفر. يعني لو ما كانش عندي سيكول اكسبريس ومش عاوز الدنيا تضرب كان لازم اعمل ايه الاول؟ اريموف الكونكشن سترنج بتاعته دي واروح بقى اعمل كونكشن سترنج الثانيه بس لازم اسمها يبقى ايه برضو؟ لازم اسمها يبقى لوكال برغم ان هي بتكونكت على مين؟ دي بتكونكت على الداتا بيز بتاعتي اللي اسمها تيست بس انا هوحد ايه؟ هوحد اسم الكونكشن سترنج. ثاني الاي سي بي نت دي بتشتغل على كونكشن سترنج اسمها لوكال سيكول سيرفر. خلاص؟ انت عملت ريموف للكونكشن سترنج دي كده كده برضو الممبر شيب بتشتغل على مين او باي ديفولت اللوجن كنترولز دي شغاله على كونكشن سترنج اسمها ايه لوكال سيكول سيرفر. اما انت جيت تقول له انا هشتغل بقى على الداتا بيز عندي انا يبقى لازم الكونكشن سترنج بتاعتك اللي بتكونكت على الداتا بيز دي تكون ايه بنفس الاسم. خلاص فمش هينفع اسميها هنا اي تي اي وارجع اسميها ايه بقى خلاص يا جماعه في مشكله في القصه اللي احنا حكيناها دي
ازاي اقدر استخدم الممبرشيب كنترولز، وازاي هو بيقدر يتعامل معاها، ازاي اد يوزرز واد رولز، ازاي اقدر اتحكم في كل الكنترولز بتاعتي، اقدر اشتغل على تشينج باسورد ويعني ايه لوجن كنترول وريجستريشن فورم، واقدر اعدل فيها، اقدر ريدايركت الاكشنز بتاعتي اللي هو بيعملها بتاعت الباسوردز دي للبيجز اللي انا عاوزها زي ما انا عاوز. في مشكله في القصه اللي احنا حكيناها دي كلها؟ خلاص. ازاي يبقى عندي ممبر شيب كنترول، واقدر احط الممبر شيب او التيبلز دي على الداتا بيز عندي للكوماند اللي بروح اكتبه اي اس بي سيكوال اندرسكور او اي سي بي نت اندرسكور سيكوال ريجستر سيكوال. ده بيفتح لي ويزرد كده، بيبدا يعمل ايه الويزرد ده؟ تحدد انت اسم الداتا بيز موجود عندك على السيكوال سيرفر، تروح هو واخد كل التيبلز بتاعت الممبر شيب وحاططها فين؟ في السيكوال سيرفر. طب لازم اعمل ايه بقى جوه الويب دوت كونفيج عشان ما يشتغلش هو على الديفولت؟ لازم اروح اريموف الاول الكونكشن سترنج اللي هو شغال عليها اللي اسمها لوكال سيكوال سيرفر، وادي انا كونكشن سترنج بنفس الاسم بس الايه؟ البارامترز بتاعتها مختلفه. بقى هبدا كونكت على الداتا بيز بتاعتها. لو ما كانش في سيكوال اكسبريس خالص كان لازم تعملي كده ده من الاول. لو كان في انا كل اللي اشتغلته قبل كده ده كان سيكوال اكسبريس. كل اللي اشتغلته وكل الفاليوز اللي انا عملتها دي ما اتعملت على سيكوال اكسبريس. لو ما كانش في سيكوال اكسبريس كان كل اللي انا عملته في اول المحاضره ده كله مش هيشتغل. كل اللي انا عملته في اول المحاضره ده اكيد ما كانش هيشتغل. عشان يشتغل بقى كان هيعمل ايه؟ كان لازم اخش الاول اريموف اللي هي لوكال سيكوال سيرفر دي واعمل ايه؟ اعمل انا داتا بيس ثانيه كونكت عليها الحاجه بس. او اخد الاتاشد فايل دي اعمل لها انا ايه؟ كونكتنج على السيكوال سيرفر بتاعي. خلاص. انما طبعا غالبا طبعا انت بتبقى عامل ابلكيشن ليك الداتا بيس بتاعتك بالاسم اللي انت شغال بيه، وانت بتبقى كل قصه ان انت عاوز تعمل ايه؟ تاخد شويه التيبلز بتاعه اللوجن دي وتضيفها عندك بس عشان اقدر اشتغل على الممبر شيب كنترولز. وده لو ما عملتش الموف هيعمل ايه؟ اشتغل على سيكوال سيرفيس. بالظبط. يعني ان انا بقول له ما تشتغلش على سيكوال اكسبريس دي كده ريموف دي، ان انا بقول له الممبر شيب دي مش هتشتغل على سيكوال اكسبريس. هو ما عملوش سيت اب وانا بنزل استشارة. انت وانت بتنزل فيجوال ستوديو يا جماعه في تشيك كده لو كنت واحد منكم لاحظ يعني اسمه سيكوال اكسبريس. خلاص مش بيشتغلوا بالطريقه العاديه دي، مش مشكله. في برودكت لوحده كده اسمه سيكوال اكسبريس، خش على السايت بتاع مايكروسوفت وقول انا عاوز اداونلود السيكوال اكسبريس هعمل لك داونلود. سطبه خلاص. ده فيرجن لوحدها كده. الداتا بيز دي لو ايه؟ مالها؟ خلاص بقت اي حاجه انت بتعمليها بتروح فين؟ الداتا بيز بتاعها. لا دي خلاص مش شغال عليها اصلا. دلوقتي الباشمهندس عدل فيها اضيف كولوم مش اي سؤال يا جماعه؟ في اي حاجه مش مفهومه في الكلام اللي قلناه؟ المقارنه اللي عملناها ما بين طريقه التخزين الفاريبلز بتاعتنا. خلاص الناس معايا الصوت. رقم 2 ازاي يبقى عندي ماستر بيج واقدر اتحكم في الماستر بيج دي من غير ما اخش اعدل جواها. اقعد اعمل ايه؟ ويب يوزر كنترولز، وتبقى الويب يوزر كنترولز دي جاهزه عندي ووقت ما احب اعدل فيها اروح اعدل فيها واعمل بس دراجنج جوه مين؟ جوه الماستر بيج. ثالث حاجه ازاي استخدم مين؟ الممبر شيب كنترولز بتاعت مايكروسوفت. خلاص. في اي مشاكل؟ خدي بريزه. فانت تبقى عاوز تروح انت ككلاينت عاوز تروح لبيج ثانيه، فالسيرفر بيعمل ايه؟ يرجع الكونكشن ده للكلاينت، والكلاينت يبقى هو اللي ينشيت الكونكشن بنفسه الثاني، مش انت عاوز تروح للدايركت على صفحه ثانيه، فالكلاينت هو اللي بينشيت ثاني. انما السيرفر في ترانسفير هو اللي بيعمل يعني مش بيرجع ثاني للكلاينت، بيوفر عليك ان انت ترجع للكلاينت ثاني وتنشيت الكونكشن ثاني. هو اللي بيعمل بيوفر التريب دي. هو بيعمل الحركه دي.
لو عندي اصلا سيكوال سيرفر ليه بقى انا لما حاجه بتقول كده وبعدين قلت مين والاي تي اي كده بقى اللوكال سيرفر دي مش موجوده اصلا. لا انا دي كنت بوريكم ساعه من كوليكشن سيرفر. طيب كوليكشن سيرفر اسمها اي تي اي بيكونكت على تيست. في اي مشاكل في الكلام ده في الشغل؟ انا بقى عاوز تيست دي انا عارف ان جواها الممبر شيب وانا عاوز الحاجات اللي عاملها في الويب سايت بتاعي تاثر في الداتا بيز اللي اسمها تيست ما تاثرش في الممبر شيب اللي موجوده عند السيرفر. شفت عامل ايه؟ عملت ريموف للكونكشن سيرنج اللي اسمها لوكال سيكول سيرفر. يبقى لازم انا الكونكشن سيرنج بتاعتي عشان اقدر اشتغل على الممبر شيب لازم تبقى اسمها برضه لوكال سيكول سيرفر. طب ده لو حتى لو كان عندي اللي هو سيكول اكسبريس او مش عندي يعني مش عندي مش عندي سيكول اكسبريس يبقى انا لازم اخد الداتا بتاعت الاي اس بي نت دي احطها عندي في داتا بيس ولازم اعمل ريموف زي ما انا كاتب كده. ده لو ما عنديش سيكول اكسبريس خالص وريهوني بقى تاكد ان السيرفيس بتاعتك شغاله ولا حاجه. شغاله ما شغاله عادي مجرد. وريهيني كده بعد المحاضره وريهيني مش عارف البوكس تول بوكس مالي كوفي على البيتش على الديزاين زي دي شويه كمان تحت طب كليك هادي هو ظاهر لك كل حاجه يعني. هذه اللوجن التابعة بتاعت اللوجن ليه الستاندر مش هي خالص طلع فوق شوف اهي هو ظاهر لك كل الكنترولز بتاعت السي شارب وبتاعت الاي سي دوت. طب انا عايز اعمل رايت كليك رايت كليك في اي مكان لا في اي مكان جوه يعني كاستمايز مش كاستمايز شو ايتمز شايف شو ايتمز دي هي شو ايتمز بتحديد شو ايتمز دي اما ضغط هنا راح اعمل ايه ظهر لي بلاس دول. لو انت عاوزه تشيلي او تعيد يعني انزلي تحت على شو ايتم شو ايتم فوق شو فوق كمان شو تشوز ايتم معلش ماشي تشوز ايتم هيبقى لي كل الكنترولز الموجوده في السي شارب وانت بتختاري اللي انت عاوزاه. مش مهم لازم نعمل الكلام لازم سطرين الكود دول يتكتبوا لو ما عنديش سيكول اكسبريس لازم اعمل السطر اللي هو اللي بس انا ما عنديش ده الالبت. لو انت ما عندكيش ايه؟ سيكول اكسبريس علشان خلاص مش لا عندك سيكول سيرفر على الاقل لازم بس اشتغلي بقى شفتي السطرين دول اللي انا كتبتهم وبعد كده اشتغلي. حضرتك بتقول اللوجن هو اللي احنا اشتغلنا عليه الجديد كله بيشتغل السيكول اكسبريس ولو انا كتبت السطرين دول جوه الكونفجريشن خلاص يروح يشتغل الداتا بيز بتاعه. لو انا لا لا سواء عندك او مش عندك انت عاوز تشتغلي على سيكول اكسبريس ولا لا هو عندك صح؟ عاوز تشتغلي عليه ولا لا؟ اشتغلت عليه وعملت اسيرش على الداتابيس بتاعتي. هتعملي يعني انت عاوزه الكنترولز بتاعتك او التيبلز دي تشتغل على على سيكول اكسبريس ولا عاوزاها تروح تشتغل على الداتابيس بتاعتك؟ انا عملت الاثنين انا عملت الاثنين سيكول اكسبريس. لا انا ما لقيتش الجداول دي مش لا انت لازم في الاول تعملي الكلام ده. انا خدت الممبر شيب الجداول بتاعت الممبر شيب نفسها حطيتها هناك دي فاضيه الجداول اللي هناك دي فاضيه لا لان التيبلز اللي انا اشتغلت عليها في الاول دي كانت شغاله على سيكول اكسبريس دي حاجه ودي حاجه ثانيه. يعني لازم في الداتا الابلكيشن بتاعك وانت بتشتغلي في البدايه خالص تقولي انا هنقل التيبل دي احطها على الداتا بيز بتاعت السيكول وبعد كده ابدا اشتغل. امال الممبرشيب التيبلز بس فاضيه ما دلوقتي دي التيبلز ما فيهاش اي حاجه دي الداتا بقت ادي وتشتغلي وانت كاتبه كونكشن سترنج دي جوه هيضيفها لك هناك. طيب لما بعمل ريمور هو ايه نفس الاسم لازم يبقى نفس الاسم اللي هي لوكال لو انت عاوز تشتغل على الممبرشيب سواء كان عندك او ما عندكش.